مرحبا سي شارك. صح ما تحكموا اليوم بكري. بيها تقول ليش تمون يحكموا؟ كشفوا جاره. شاف ذاك اللي عدنا البارح والرايات اللي طلعنا. يا ربي غير تنعرف اللي داروا اسمك كان نعرف. غير يعرفك انت. ثلاثك الباقي من الليل يا رب الله تمرق العيون. يا حبيبي الحكم كامل. بيها تقول يا والو انا قاعد عشية مرق العيون ان شاء الله. راني ماني موصيتك على دينك والواعر عهدك عود راجل بين الرجال راني نختار نسمع عنك ميت عن نسمع عنك راجع عن عهدك قول له فوق شي ها تخدق من مرت ابراهيم تم تلفل من كل الوقت سوي له كان يتحب اجل اجل ودع صاحبك كيف كم كان مع اللي مسجل البلاد طلع راسك راني على اتصال ما مات دوار العائله وتخلى راسك ما تحتاج توصل الى الحي راني انا وغالين ذاك الله قلت راعي فيه خليه قبلته ان شاء الله دارت هذيك الكمية والكاس يا صاحب هذه هي الحالة وهذه التنارة هذه باش ندوزها ايه وتعال نقول لك ايه وتعال نقول لك الناس اليوم ما داروا فيا عباد الله السلام عليكم Thank you.
اسمع قوم 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 تخبرك هون تمنوش تعدل هون انا احمد صحراوي جاي من العين المحتل قوم وخلي عليك المتشيل فتش هالمتشيل مالك قلت عنك صحراوي شو دور بالبطاقة المغربية؟ هذه هي اللي نبغى اللي نستعد للتضحية من أجل البطاقة المغربية ما عندي ما ندير فيها. يلا طلعوا الوت. هذا ودي سوى اسمك اسمي احمد الصالح الطرفي طرفي منين جاي جاي من العيون المحتله والله جيبوا له الاسباب جبتك هون شنين؟ انا مرات العيون فرض علي لا نقبض صاحبي ولو كنت ما مشيت من العيون لين نحبس انا حتى انا كذا يسبوني كاملي تعال ضايق منين؟ انا عند الجيش الشعبي الصحراوي ولاك عاب على الربط بلا من الغام خطير الموت شي محتوم ونختار الموت بلغم عن الموت تحت يدين المغاربه تقرا ولا تشتغل؟ القراية من عالية عاد المياس والشغلة ما كنت نشتغل ايش ضحكك يا ولدي؟ لا بيدي جماعة ما حسيت عني في تحقيق ولا جاني ذاك الشعور اللي دايما تتخوف من السؤال الثاني ايش ليه عود اللي دايما مع طرشة ولا صفار هذا ما اسلوبنا واذا ينعدلوا لا فرض من الاحتلال بعد 40 سنة غازينا تجي ولاية قيس أنا قيس صاحبي في ولاية بوجدور أعطيني اسمه رقمه رقم رعاة واسمه إبراهيم الحافظ مرحبا بك أستاذ وإذا خاصك شيء راهو خوك معاك شغالك بهذا باين فيه عن عماء قهر الاحتلال وخطوط الربط والالغام خليه يبات معاك الى الصبح بعد ما رش مشي ضربني تسمع؟ عبد الرحمن ساعه انا سبحان الله سولتهم وجاني جواب من برا حق
قال له احمد صالح الطرفي، بوهن قال له الطرفي، الطرفي شك فيه، ان شاء الله ان شاء الله. احمد الله يسلمك، الله يكون على خير طريق الطريق. تجنا يجمع تنحيل قال لي أنا جاي متفرج حنتفنو بعد السلامة إلى حقنا يبوشتر الله لا مرحبا بك اصلا زدنا عرف عن هون الحريه التامه وتقدر تناضل ما عليك ضاقه الاحتلال كافي من شغلتي انك تنسى تصلح لذيك الراية الله او يلا تفضل ندخل سلام مرحبا مرحبا ياك لباس ياك الخير ياك الصحه لباس ما شاء الله الحمد لله بخير ما شاء الله بخير ما شاء الله بخير ما شاء الله الحمد لله مرحبا هذا هو صاحبي اللي كنت نقول لكم يا مرحبا مرحبا وسهلا على مرحبا هذا هو الجاي من المنطقه الله يلا لي مختار عدلت شي وليد اطمق على ذوك الالغام اللي دونكم اله الله لا اله الا الله يصل مرحبا والله يصل يا رب حالتك على السلامة أخي مش تعرف كيف لباس ياك لباس ياك لسعد أمك ياك لباس ياك الخير شوف إذا أكبر من لعبتي نعم خليك أختار الأول شو أخوتي ذي بعد ما سألك من أكبر لسفك يبطل مرولي الشي يقولك هذا اشتراه ما هو الشي وما يعدلوا لطم من ذي غير لا تعتمي الإعلام إلى المنطقة وما مخلي الشي يظهر يا ولا وكلنا فيهم مولانا رسالت منا خبث معنا يبرقنا معهم ولباس شيهم شو نقاس بالطبلين؟ لا ماشي بيوم نزيفه؟ لا تعرفنا بذاك؟ لما عاني زيفه لم يدم يولي ايه انا دي الباقي قصة ماشي نعرف لوش
خليهم عنك راني زيفهم انا. قالت لي تعاودها راهي اخر مره. يا ولا لا يقلع عنا حياتي ان شاء الله. امين ان شاء الله. مريم جيبي لباس اخوتك. من هو لباس احمد؟ واظلم اخوك يقلعك عنه. جيبي لباس احمد اليه. هذا زيد هذا كم؟ 12. وإلا زدناهم هذا؟ 20. براولة تم لا زيد رقم على رقم بالشهور لين تفهم وحد هناك تكتب. هو أحمد دائما يجيب لا خمس دائما أصيبي عن ديك على المناضب. مرحبا السلام عليكم. السلام ورحمة. مرحبا اش طريق لباس؟ لباس. كيف الحال؟ ترى تخارقه؟ الضوء مقطوع. هو ذاك فيه خرس. بغيت حاني كان يقضي الضوء. أو حق عين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياتي تسيء. اش طاري فيك من لباس؟ حق جيت للسيبر غريت الضوء طافي ذاك البيه ما قديت ندخل للانترنت حاني تولين تعالي انت الكوري حاشيتكم ما جيتكم لو كانوا هما ما جيتكم ايش حكم شتي كل هالكراي؟ اجيتكم واجيتكم خليزة في بريس انا قطعت سمعت بها وهي هي 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 المتمورة حابة اجيتكم واجيتكم شات البقري تول تجري شنو شنو؟ اي باقي قلتي انا ماكش نعرف قلتي تحاجي الوحيد اللي نعرفها الله فيك تنقال للشكوى ها الباقي قلتي موش نعرف السلام عليكم عليكم السلام مرحبا محمود انتم معلم الشغل الصبح حبيبي لعرض الله تدخل تخليني نشرب اتاي تعشى. اي لا قايس خاطري دار على الموعد ان شاء الله الصبح. اوكي ان شاء التغييم شغلته اسبوعين فاتوا الحضر شغلته اسبوعين الجايين فقدني السابق ما انسى راي خالقه كهله
زين تناقل مدخلة وعندها ولادها اثنين شهادة. راي ضعيفة مسكينة. عالمين به مزمينها في شهر سوعي الجاي. الو راني شايح راني شايح حضرك او سمحوا لنا ايه بعد ما ان شاء الله ترجع مع دنا وقتنا بيها ها السلام عليكم الله يسلمك الصباح اخبار والله كون بايتين سهره مع مريم صغيره مريده تحرك هذه الصحه فكنا بس يا صاحبي كينك ترد عليهم قصه مريم ابدا ايش قالت مريم مسكينه مريم ما عندك اخبارها مريم لا ذيك الساعه في محول اميه العلايات قالوا معهم كلهم تطلع للصبوره صار سم رسمي قالت مريم وظلت تخط خط وفات لعندهم من الطبشور قال لها مريم شنو قالت له لا مشيك ايوه مسكينه البارح كان يرد علي احمد على انه خالق واحد جا لدارو عقاب الليل سكران وتم يكرر عليهم ومنين كركار فتحت عنه من توس فوق الطرشه وقال لها رجعي منين كنتي وقفل الباب من دون بس مسكين برا عن دارو خاطري قال ما جات المره الفايته كان بالشغلة؟ ايوه قلت سكينة دي كيلة خاصلة دايما تسوون عدل هزيان والله لا أنا في نهاية الشهر نشوف في عند الأولاد دايما نشوف نصف تعرف أنا سين خطر من خطرنا عليه خي بيني وبينك خطر ذاك اللي ما رتح من الاجتماع الأول ماني عارف لا الوقت وين عارف خي نمشي نقفل على خاطري ولا اللي زين عنده اخي والله قاعكم خلي ذيك حارك السمير خير كاس والله اثنين من الكندر او خلاص الكندر ولا نص الصبح نقيسو خاطري ان شاء الله خلاص ابراهيم يلا لحقني الخيمه اخي تي انا حاس درسي لا احمد يلحق شيخ عن النجوم لا تسمع من اللي يعود الليله اكتشفت عنها نجمه متفقه معايا وفاك يا وفاك من الوحش. صارك عالم السعادة اللي حاس بيها في هذه اللحظات وأنا قريب منك. أنت وحدك اللي تقدر تنسيني في الفراغ والبعد اللي عشت بعيد عن عائلتي والشوق لمدينة العيون المحتلة. زين عندي نسمع صوتك، إسكاتك هذا يقتلني، يخممني مبيني مع راسي، وفي دخليك تبادلني نفس الشعور. ما تليت نقدم بعد عنك أكثر من ذا، وما نقد نقولها لك الفوق. نتمنى يجي نهار لتفهم ذي القال وعينيه وما قد لساني يقوله.
انت صحراوين فرحوا بيت ترك الصغر. تمايك ما جيت للشغل الشغل يا إذا انت وانا يشتغل باطل حقني الحال تلفت على راسي سبحان مقير الاحوال مو كلامك نهارنا اسسنا المجموعه دوام الحال من المحال ما ليت تملى من العقول باقي فيا هذا الشاب اللي شاي من المناطق خلي يشوف عاد الشباب يمشوا يجيبوا الفضل وثات من له قد سمعت حيوان بويا صدق علي هذا كلام حد ما قد قبله هون الصيف أمال اللي يعرف فيم الواد وبجدور والداخلة ما يقد يبدلهم شي الاحتلال ما يبغي حد حق بك اللي عشت كلاجي واعر واللي عشت تحت الاحتلال أصعب منها ومن أدم بلا وطن بلا حياة ولا عاد عنده مال قارون طحر أن كاملين عليها نتكرف أصانا ما حدا واحد ثاني يتمتع حق الصحراء أن كاملين يغير كلها عنده طريقة يناضل بيها هذا فضاحة عليكم انتم الشباب مطموع منه ياسر كيف منين مات وباتنا الشهادة وما تلفت علينا حد لا يتلفت حد عليك الا منين تلحق احنا مزلنا في طريق سقاوهم وبدمهم ويالتك لا تكمل ما يالتك تتكسر لي غيتو راك بعود قول له مبروك العود يا ابراهيم لي تبقى لا مقاتل بسيط ورافع بها راسي واللي بغى يمشي اللي بغى يقعد اسمحوا لي يا اخوتي رقنتكم كنت شايفتكم انا حقا نسترح ولا بريك شوي يا خي انا عينه من الشباب ما نقدر نفوت مع هذا غيره خي مجيبوا الشباب انا مصطفى ده سامع صوتي غير ماني عارف منين ماني عارف انت باقي فيا هذا الشاب اللي شاي من المناطق احمد احمد نسيت عني اسمح لي والو والو السلام مع الشباب الله والله اليمين الحمد لله ان شاء الله تقعد خيمه ان شاء الله ها انا نتخطى معك ابراهيم رانا نسالك ان شاء الله طيب يلا نفسنا تمشي
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لاباس ان شاء الله. خير تبارك الله ما شاء الله. يا لاباس. يا بويا بيه. واش رايت طاري ولادي؟ نهارين طاري ما هو العيون كانت فيها تظاهر وضيون والشلوحه والبط. نهار تفرع. احمد دار يقول لك شيء غادي حشماني بك. لا لا يحشم. يقول غايتو. انا انتم الاثنين الا سياني عندي يولي. ما راح نحنش مايش والله لازم نغيدش. السلام عليكم. السلام مرحبا مرحبتي ياك لاباس ياك العافيه وسهلا ياك لاباس ياك الخير ياك العافيه ياك الصحه لاباس خير ما شاء الله خير ياك العافيه ياكم لاباس ياك الخير ولا الخير ومع السلامه ان شاء الله يا ربي. انا لا ندور نخطب حياه لحمه يا اختي. حياه جاتها كاع جات اختي دارها لابراهيم ولدها. ها والله هو ما هو عالم بها هو مسكين امال ما يرسلنا. انا قاع امي ماني شاكه عنك انت راهي تجي تدوري حياه الشلح. شنو والله نبدا هو شنو يما والله ولا كيف كثر. ايوا صيده ولا رخمه علينا على قد التركه اللي يمرقوا علينا يدخلوا يجيبون اللي بوه اللي بلابو. ديك كبرت لمنعت يا اختي. لا خليها عنك الا ما مرقدش الحخلاق دور على نجيب روح. تحد تسمع كلامك شكعنا ناس كميه. لا انا يهديها ويصلحها ويمرق اخلاقها ولباس فيه. ومرة الله بالبشي بالبشي بالبشي. الواع عهد عود راجلين رجال. عدد تظاهرة عند الرأس. شنو بهذه الجيدة؟ يقال شنو هدف هذه المجموعة؟ مجموعة لا مجموعة تطوعية تنشط في إطار التنديد بالجدار. الجدار بالدول العرب المغربي والصحراء الغربي. هي مجموعة تابعة للتوعية الشبابية كما جمعتنا هذا. حسنا حنا شوية باطي فيك. وما لك لاباس؟ لاباس اللي عند راك تسكن معايا هون في المعهد. أنا نسكن وأنت يا نسكن عند الخيمة. والو أنا كنت باغي نسكن عند حد كاع نسكن مع إبراهيم. قال ماني باغي نسكن مع حد. دارك تسكن معايا. تا شنو أقولوا عليك؟ تسمعت شي قال لك حد شي ما عجبك؟ والو انا ما قال لي حد شي ولا شي. لا اختارتهم هنا تيا في المركز انا راه كان قايس لهم ولا يتسموا في المخيمات. تما دمت هنا تيا اللي نتمو في بلد نحنا خوت واصحاب ما دمت في اللوج وانا وانت لا في بلد. راه اللي يمشي درك نجيب المانط والباس ولا ينجي المانط هون والماعين هون جيب لا الباس وشي والله شي ينتصر. Yeah.
راني تذكر حاجه على هذيك الغنيه والله باش نذكرك حاجه زمان طاري كنا دايما نصنتوا له في التظاهر بسير او انت ما فصل عندك شيء بارك ان شاء الله صب صب انت كاس بارك لي هذا الله سب سب كاس جهاز الانترنت حق السنه هي قال مكلف راسك بشي صايب عني وليد لا خلي على الفاتر وليد مزلنا حيين الحمد لله انا مسوله لا عنك انت ما حد ثاني ماني مسوله عنه انا صحت ما مسوي انا صحابي لا داي سولا ها الو الحمد لله بس الحمد لله بخير ليه لا بطاري توفي ان شاء الله مرحبا سيدي احمد
شطاري وجبدي هذه لاباس ان شاء الله خير ان شاء الله لاباس الحمد لله الحمد لله شطاري فيك انت نعدو وخلاص درت شوريقات ولا مازال والو انا مازال نحاني ان شاء الله ناخذ الفتره وندير البطاقه على رضا الله هذه غير عفسه عدلو عن حنايا خالق اللي ما يعرف كاع الصحراء وعند البطاقه خليها على الله انتم صحراويين وفينا نفس الصحراء اللي تجي لذي التراب تنصدم يا صاحبي انا عدت نخمم نولي ليه الا كنت باقي نزفو بزوج وما كاين من دار خليها على الله صاحبي اسمح لي هذا الصوت هو نفسه اللي سمعت في الروض ذيك الليلة مصطفى عميل اللعدو مستحيل هذا كيف تعشي لحد الآن مفات مفطلو مفات نعرف حتى كلمات الأغنية كانوا نفسهم هم اللي كان يردد ذاك الإنسان في الروض ذيك الليلة صبر نهار والله اثنين شحال من واحد تصبر فين ضمنت خمسة واثنين في شك بس خويا ولكن زرب شوف ذاك صاحبنا واش خاصه شي ساعه ولا والو صاحبنا كنت معاه البارح وقال لي ما يخصو والو حاول يوم اثنين في الليل تدخل الجماعة ان شاء الله نحاول ان شاء الله اسمح لي معنا احنا شلين عقد ضري الصبح اللي رضى الله عدنا زيارة مركز الشهيد الشريف ومشاركة مع مجموعة صرخة ضد الجدار او منين خلطتنا الى انشطة كاملة في لاصيالتنا اللي ودوا الحل سهل نقسم واحدين منا يمشوا شار مركز الشهيد الشريف واحدين يقيسوا الرابط خلاص من رأي على رابط قيسوا اثنين من المجموعة والباقي قيس الشهيد الشريف ايوه الرابط قيسوا انا ابراهيم واحنا هو الباقي ان شاء الله نقيم شهر مركز الشهيد الشريف لا تنسى رجل مولاك اللي عطيتكم الصبح بكري الله اللي نقوم مع السيدة بكري ان شاء الله ميدار هذا الله ايوه ماني محتاج نوصيك الواعي الراسة الرب طرف خطير ولا تشوفك المغاربة واقفين عليه وتبقى ما يفيدهم ما خممت في خطورة الوضع اللي انت فيه والاول يحجر لك معاناتها لان هي المناطق المحتلة وعس عس على راسه ايوه والله يفرقنا معاك بس فيه
يقوم صادي يقوم انا نمشي يا ولد الطرفي تعال هون جيتك جيتك تعال يا ولد ايش اسوي لك السلام عليكم السلام مرحبا شلون عليك لاباس يا اخي ياك لاباس صح ياك لاباس ان شاء الله الحمد لله انت ولدي اسمك أنا اسمي أحمد ولا صالح ولا طرفي؟ طرفي ذاك نعرف ماني عارف كان هو اللي تعرف طلع كان معنا في فريق الذنبان والله ماني عارف أخي أنا أولاده ماني واعي ليهم يا غير حاجة اللي عن أمهم ينقال لها البتول من الصالح هذيك جداتي والله إلا وخير ونعم الرجل الصحراوي الأصيل المخلص اللي كان أول واحد قدم سلاحه للثورة وجهده وماله وخيرت قلت عن اول واحد قدم سلاح وذاك بختني جبرو هو مال ولا كان ضابط في الجيش الاسباني
بس الحمد لله ان شاء الله خير الحمد لله ان شاء الله خير الحمد لله شنو هي مالها هي مالها يا قلعبك هي مالها يا من لك انا حياتي مالك يلا لك انت مالك انت مالك انت مالك يلا يلا هي مالها بسم الله الرحمن الرحيم انت مالك يلا يا خلي نهار علي يا خلي نهار علي يا خلي نهار علي يا نهار علي يا خلي نهار علي يا إن الاتصال بمراسلكم غير ممكن في الحين. ألو حسنة. أهلا مطمنة يا صاحبي. أنا ولا راعي في المركز سجنت على راعي إبراهيم رقدتنا قبل هو ماله. أنا جايين أكتوبر. عشان يسوى إبراهيم محمد تعبوا الدنيا. سعد الله من الاستشهاد من أجل الوطن
مني مشينا ونقصنا الربط شيء ذنا مظاهر سلمية. لا بديل لا بديل عن تغيير المصير. لا بديل لا بديل عن تغيير المصير. صحراوي صحراوية أبي فدك الحرية. لا لا للحكم الذاتي استقلال الصحراوي. المغرب برا برا والصحراء حرة حرة. رغم كل الجبار نحن شعب لا يموت. صحراوي صحراوية أبي فدك الحرية. من جرى رفيقي أحمد من المدن المحتلة كان ذاك اليوم وكأني خلقت من جديد. كان مثال بالنسبة لي وهو أخويا اللي ما خلات لأمي. تأكدت عنه وضالتي كان الرفيق والسند درب التحرير. منه استمديت قوتي وشجاعتي وصبري على مواصلة نضالي وحبي الوطني. هاي مالي أنا هذا حق فيها ودي ذاك من مريم الكوري. مريم الكوري مشات بي معشته ولا يكون. لا أقسمكم بالله عني لين واصل العهد اللي قطعت الشهيد وعني لين عود لابن البار والمواطن الغيور لين نطرد المحتل السفاح من ذي الأرض وكل الوطن والشهادة. يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح. يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح. لا مكان للعميل لا مكان. لا مكان للعميل لا مكان. فينا يا الشعب ولازم كل خان العدو خان الغليان. خاين الوطن بلا كرامة وبلا شان يسوى العدل طول الزمن.